وقفت جنبي وعملت معايا اللي ما عملوش القريب، وعرضت عليا اقعد في بيتها، وكانت بتوديني كمان للدكاتره. مش هتصدق جدعانة هيفا وهبي مع شيرين عبد الوهاب في ازمتها الاخيره. انا هنادي محمود وتعالوا معايا نعرف ايه الحكايه مع بعض. خلال الأزمة الأخيرة اللي مرت بيها شيرين عبد الوهاب مع طليقها حسين حبيب، اتدخل عدد كبير من أصدقائها ووقفوا جنبها ودعموها، خاصة إنها ما كانتش على علاقة كويسة بأهلها خلال الفترة دي، ومن أصدقائها اللي كانوا واقفين جنبها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، واللي بالرغم من إنها ما كانتش أقرب صديقة لشيرين، لكنها قررت تقف جنبها في أزمتها، وعملت معاها مواقف جدعنة في أزمتها الأخيرة، فتفاجئ الجمهور إن شيرين قررت تشكر هيفاء وهبي قدام الجمهور كله. وتعبر لها عن امتنانها بسبب وقفتها جنبها، ونشرت صورة لهيفاء وعلقت عليها وقالت: أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان بركتلي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة جدا أقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن. كانت بتكلمني كل يوم عند الدكتور، وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها كمان، وتخرجني ومودي وتدخلني مكان يظبطولي فيه الفيتامينات بتاعتي اللي في جسمي ويخسسوني. هيفاء أثبتت إن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك، ممكن يكون بعيد عنك. هيفا من أجدع وأنضف وأكرم الناس اللي شفتها في الوسط الفني، وبموقفها ده اشترتني طول عمري، وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده، الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط، وجات اطمنت عليا وحسستني إن ليا أخت فعلا. شكرا يا هيفا يا حبيبتي. يا ريت في مصر لو في مشاكل، أنا بناشد أي حد إن الست دي طيبة جدا جدا وما تستاهلش إلا كل خير. وتفاعل الجمهور والمتابعين مع البوست اللي نشرته شيرين، ووجهوا الشكر لهيفا خاصة إنها وقفت جنب شيرين في أزمة صعبة ليها، وكمان دعموا شيرين إنها تكمل نجاحها خلال الفترة الجاية، وتبعد تماما عن الأزمات. فنشرت شيرين 3 أغاني ليها من خلال حساباتها الجديدة على السوشيال ميديا، خاصة بعد ما أغانيها اتحجبت على اليوتيوب بسبب مشاكلها مع شركة روتانا، لكنها حاليا بتحاول تقف على رجليها من تاني وتبدأ تنزل ألبومها الجديد، وبيحاول المتابعين والجمهور بتوعها يدعموها وبقوة. فبالرغم من إنها خسرت السوشيال ميديا بتاعتها، قرروا الفانز بتوعها يهدوها صفحة كبيرة متوثقة كانت معمولة ليها مخصوص، وادولها كمان الصفحة على انستجرام عشان تبدأ من جديد عليها. وقفلت صفحة أزمتها مع حسام حبيب تماما، ما بقتش تجيب سيرته لا بخير ولا بشر، لكنها بدأت أزمة جديدة مع شركة روتان، فاتهمتها الشركة إنها أضرت بيها وبسمعتها، وكمان ما أوفتش ببنود العقد واتعاقدت مع شركة تانية في نفس الوقت. أما شيرين فوكلت محاميها إنه يقاضي الشركة، واتهمتهم إنهم عايزين يعطلوا مسيرتها الفنية وصوتها يكون مملوك ليهم من خلال حفلات وبس، ولحد دلوقتي النزاع مستمر بينهم، لكن شيرين بتحاول تنشر أغانيها على تويتر عشان توصل لجمهورها. فيا ترى شيرين وبمساندة أصحابها هتقدر تتجاوز الأزمة دي ولا هيحصل أزمة جديدة؟